والدليل على ذلك ان الفترة الحالية بتشهد فعلا فترة استقرار وثبات في سعر الدولار البنوكي. ده مؤشر لتعافي الاقتصاد نمرة واحد. نمرة اتنين استقرار وثبات الأسعار. نمرة ثلاثة احنا هنشوف الفترة القادمة ان هيحصل تخفيض في سعر الدولار الجمركي، وده يؤدي الى تخفيض في اسعار بعض السلع والخدمات التي يتم استيرادها او استيراد مكوناتها او معداتها من الخارج. فالفترة الزمنية اللي حكيت فضلت واتكلمت عنها دي، لا ما بقاش في الفترة دي بالشكل الفج اللي كان موجود قبل كده، وبقى الموضوع بيسير بشكل ايسر وافضل. ودي انطباعات كثير من المستثمرين، نظرة تفاؤلية. وبقول لحضرتك ان فعلا لو احنا مش ماشيين على الطريق الصحيح في مجال تصحيح المشاكل الاقتصادية اللي بنعاني منها، ما كناش هنلاقي اي استثمارات جاينا بالشكل اللي احنا شايفينه.